تصبح الأوت. المقاطعة دعونا نستمع إلى بيب غوارديولا مدرب برشلونة مع إبراهيم خضر. إبراهيم تفضلك الكلمة. Without any goal for Barca today. ماذا عن عطاء برشلونة؟ لعبنا لكي نسجل أهداف وأدينا بطريقة جيدة، ولكن حصلنا على العديد من الفرص ولم نفلح في تسجيل الأهداف، ورأيت أنت الفرص التي ضاعت في آخر مباراة، ولهذا السبب فتفوق علينا. هل تتوقع أن برشلونة، هل تتصور أن برشلونة لم يكن محظوظا اليوم لأنه أضاع العديد من الفرص، أو أن تشيلسي أدى بطريقة أحسن منكم وتفوقوا على أداء تشيلسي؟ لعبوا بطريقة جيدة وأغلقوا كل المنافذ، ولكن نحن خلقنا الفرص لتسجيل أهداف ولم يحرز الحظ بذلك، وعلينا أن نعيد قراءة الأمور وسنحاول في جولة الإياب. ماذا عن جولة الإياب في البرنابيو في الكامب نو؟ هل ستغير من استراتيجية اللعب؟ سنحاول إيجاد الحلول المثلى لتسجيل الأهداف وتصحيح الأخطاء. ماذا عن الكلاسيكو يوم السبت؟ سوف نتكلم على الكلاسيكو في الغد. شكرا إذن لغوارديولا الذي خص الجزيرة الرياضية بهذا اللقاء مع إبراهيم خضرة. ودعونا نشاهد واحدة من اللقطات الكثير التي تألق فيها فريق تشيلسي من الناحية الدفاعية. تحدث غوارديولا عن أن برشلونة يحسب له أنه تمكن من الحصول على بعض الفرص رغم المحاصرة، وأشاد أيضا بطريقة قال الذي أجراه زميل إبراهيم خضرة مع أحد أبطال هذه القمة في ستانفورد بريدج دي ماتيو مدرب فريق تشيلسي. نتابع. أعتقد أننا يجب أن نكون عادلين في الحكم على تشيلسي. حققنا فوزا باهرا ضد توتنهام، واليوم بينا قدرة على التركيز. فرناندو توريس سجل العديد من الأهداف، ولكن الليلة خيرت وجود دروغبا نظرا لأهمية المباراة، ونحن نلعب بطريقة جماعية. How this result will affect the كيف ستؤثر هذه النتيجة على جولة الإياب في الكامب نو؟ ونحن نعرف أن برشلونة صعب المراس حينما يلعبون في الكامب نو. هل يمكن أن تعطينا بعض الملامح على أثار هذه النتيجة الإيجابية؟ نحن نعرف أن مباراتنا في الكامب نو لن تكون سهلة، وهذا ليس استثناء بالنسبة لتشيلسي. علينا أن نفوز، ونحن لدينا الثقة المطلوبة لخوض هكذا المباراة. هل ستلعب على نتيجة التعادل أو الفوز؟ يمكن أن نلعب على نتيجة التعادل، ولكن علينا أن نبحث على الأهداف. شكرا. كان ذلك إذن لقاء مشاهدينا الأعزاء مع دي ماتيو مدرب فريق تشيلسي اللاعب السابق والمدرب السابق كذلك لويست بروميتش ألبيون. دعونا نتوقف الآن مع أبرز ما جاء في الصحف المختلفة من إنجلترا وكذلك من إسبانيا، عناوين مختلفة سنتوقف عندها وعند أبرز ما جاء فيها من خيبة أمل كانت تبدو من خلال العناوين التي اختارتها.